الآن من حمص مراسل الجزيرة جلال أبو سليمان، إلى أين وصل الترقب بعد هذه الاشتباكات التي شهدتها حمص اليوم؟ نعم، طبعا لا شيء جديد في حمص سوى زيادة عدد القذائف التي تسقط على أحياء حمص المحاصرة. قوات النظام السوري حاولت التقدم من ناحية قلعة حمص باتجاه حي وادي السايح، أو كما يسمى في عرف المعارضة المسلحة جبهة وادي السايح. طبعا خلال الأيام الأربعة الماضية حاولت قوات النظام السوري اقتحام أحياء الحمص أو اقتحام أحياء حمص المحاصرة، بذلك فشل ذريع. اليوم كانت المحاولة من ناحية حي وادي السايح، وكان اختيار قوات النظام لهذه الجبهة اليوم هو ربما تواجد عدد من الرشاشات الثقيلة والدبابات على سطح قلعة حمص الأثرية، إذ تعد قلعة حمص الأثرية من أعلى النقاط في مدينة حمص وتطل بشكل مباشر على حي وادي السايح. طبعا قامت تلك الرشاشات اليوم أثناء طبعا بعيدة عملية التمهيد أو بعيدة قيام النظام السوري بعملية تمهيد مدفعي استمرت لمدة 4 ساعات، تم تدمير جزء كبير جدا من حي وادي السايح. بدأت تلك الرشاشات بإطلاق النار بشكل عشوائي على حي وادي السايح، طبعا بالتزامن مع عملية تقدم مقاتلي جيش الدفاع الوطني الذين يقودون المعارك في تلك المنطقة. طبعا ربما قامت قوات النظام باستخدام هذه السياسة أو اتباع هذه الاستراتيجية من أجل فصل حي وادي السايح عن باقي أحياء حمص المحاصرة ومنع مقاتلي المعارضة المسلحة من التقدم باتجاه أو من مؤازرة. ولكن ربما جلال، الذي يطرح السؤال يطرح نفسه، كيف تصل الإمدادات إلى المقاتلين المسلحين داخل حمص يعني والمدينة محاصرة منذ فترة طويلة؟ نعم، طبعا منذ 3 أشهر وحتى هذه اللحظة لم يدخل أي شيء إلى مدينة حمص. طبعا البارحة بث ناشطون مقطع فيديو يظهر سيطرة مقاتلي المعارضة المسلحة على كمية من الطعام، وشاهد الجميع فرحهم، لم يدخل لهم أي شيء. هنالك عدد كبير من المقاتلين على الجبهات لم ينم منذ يومين نتيجة الاشتباكات المستمرة، هنالك عدد كبير لم يأكل منذ 3 أيام نتيجة عدم توفر الطعام. القضية الآن أو المسألة داخل حمص المحاصرة هي مسألة موت أو حياة، ليست دفاع عن تلك المناطق المدمرة. حمص القديمة الآن مدمرة بشكل كامل، يعني حتى ولو قام النظام السوري بفتح طريق لها أو عدم محاصرتها هي غير صالحة للسكن، مدمرة بنسبة أكثر من 90%، جميع مبانيها مدمرة. لكن مقاتلي المعارضة المسلحة وبعد سلسلة من المفاوضات مع النظام رفض موضوع خروجهم إلى ريف حمص الشمالي، وأصر طبعا على عملية القضاء عليهم كما يقولون داخل أحياء حمص المحاصرة. هم الآن يدافعون عن أنفسهم بشتى الوسائل، يستميتون في الدفاع عن تلك الأحياء، وطبعا هذا ما شاهدناه خلال الأيام الأربع الماضية. شكرا جلال، شكرا جزيلا لك جلال أبو سليمان مراسل الجزيرة من حمص.